نشرة الأخبار من الميادين وأبرز ما فيها. تمسك فلسطيني برفض الإجراءات الإسرائيلية بحق الأقصى، والصلاة قائمة في الشوارع المحيطة. فصائل المقاومة الفلسطينية تحذر إسرائيل وتقول إن العدوان على الأقصى شرارة لتفجير الأوضاع في المنطقة. أبو مهدي المهندس يؤكد أن خطر التهديد الأمني لداعش ومن يسانده ما زال قائما. رئيس الحكومة اللبنانية يعلن عن عملية مدروسة للجيش في جرود عرسال وتحليق استطلاعي لبناني في أجواء المنطقة. قطر تهدد باللجوء إلى محكمة العدل لطلب التعويض عن خسائرها نتيجة الأزمة مع الدول المقاطعة. البرلمان الإيراني يوافق بالأغلبية على مشروع لمواجهة الإرهاب الأمريكي في المنطقة، وواشنطن تفرض عقوبات على شخصيات وكيانات إيرانية. أهلا بكم. لليوم الخامس يرفض المقدسيون الانصياع للإجراءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، وقد أدى الفلسطينيون مجددا اليوم صلاة الظهر أمام باب الأسباط وأبواب أخرى من أبواب المسجد الأقصى رفضا لانتهاكات الاحتلال. تقرير هناء محمد. يصلون الليل بالنهار، أما اعتداءات الاحتلال عليهم بالضرب والرصاص فلا تردهم عن هدفهم. الصلاة على بلاط الشوارع باتت مقاومة شعبية يحث المقدسيون خطاهم فيها حتى تزال بوابات التفتيش الإلكترونية التي وضعها الاحتلال عند بوابات الأقصى كشرط لدخوله. بحاولوا يضايقوا علينا وبحاولوا يمنعونا من دخول مسجدنا في الأيام العادي، كمان بوابات إلكترونية، هذا إشي كتير طبعا ما بنقبله النهائي. قوات الاحتلال تلاحق المصابين حتى في المستشفيات بهدف اعتقالهم، أما في البلدة القديمة فلا يخلو زقاق من قوة عسكرية مدججة عدا عن الحواجز، ولا سيما عند أبواب المسجد الأقصى المقفلة. البلد القديمة جمعة وسبت وحد تقدر تقولي صفر بني آدمين في الشارع غير الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، وطول عمرنا بنعرف التاريخ بعيد نفسه إنه فيش حكومة في العالم تكسر الشعب. كل العالم أقر القرارات الدولية والقرار اليونسكو أن المسجد الأقصى للمسلمين، وأيضا القرارات الدولية التي تبين أن المسجد الأقصى مسؤول عنه رعاية إسلامية عربية برعاية الرعاية الهاشمية للمقدسات الإسلامية والمسيحية. مباحثات فلسطينية داخلية وجهات عربية تقول إنها تفعل ضغوطها على إسرائيل. في المقابل تعمل حكومة إسرائيل على شطب القدس الشرقية من أي عملية سياسية وعلى تكريس سيادتها فيها بتشريع قانون جديد تسميه القدس الموحدة. لن يقفل باب مدينتنا، هذا هو لسان حال المقدسيين الذين يشكل المسجد الأقصى بالنسبة إليهم بوابة القدس الكبرى، وهم مستعدون إلى بذل كل شيء في سبيل أن يصونوا حقهم فيه. هناء محميد، القدس المحتلة، الميادين. دعت الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية كل الفلسطينيين في القدس والضفة وفلسطين المحتلة عام 48 للدفاع عن المسجد الأقصى. الفصائل وفي مؤتمر صحفي في غزة أكدت أن تكلفة التعرض للأقصى غالية لا يستطيع الاحتلال تحمل تكلفتها. ندعو كل شعبنا في الضفة والقدس وفلسطين المحتلة عام 48 إلى شد الرحال والدفاع عن المسجد الأقصى بكل غال ونفيس، وإن عدونا المحتل لابد أن يعلم أن تكلفة التعرض للأقصى هي تكلفة باهظة لا يستطيع احتمالها، وهذه الرسالة نحن على ثقة بأن أهلنا المرابطين في القدس والضفة قادرون على إيصالها للعدو بشكل واضح.
بدوره حمل رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمدالله الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن المساس بالمسجد الأقصى المبارك وعن كل محاولات الاحتلال لتهويد القدس ولتغيير معالمها التاريخية وطمس هويتها العربية. وخلال اجتماع مجلس الوزراء الفلسطيني دعا الحمدالله المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها لمنع اعتداءات حكومة الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك. وإننا باسم القيادة الفلسطينية وعلى رأسها فخامة الأخ الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية وباسم كل شعبنا المرابط في القدس وفي كل مكان نرفض كل هذه الإجراءات الخطيرة والتي من شأنها منع حرية العبادة وإعاقة حركة المصلين وفرض العقوبات الجماعية والفردية على أبناء شعبنا وانتهاك حق الوصول إلى الأماكن المقدسة والمساس بحق ممارسة الشعائر الدينية. ومن مدينة رام الله ينضم إلينا مدير مكتب الميادين في فلسطين ناصر اللحام. ناصر، ضعنا في صورة الانتهاكات الجديدة التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي وأيضا المستوطنون الإسرائيليون بحق المسجد الأقصى. اعتداء مزدوج ملحم، المزيد من الجند تحولت البلدة القديمة والقدس بشكل عام إلى ثكنة عسكرية، وفي نفس الوقت الذي يحرم فيه المسلمون من الدخول للمسجد الأقصى اليوم الخامس على التوالي منذ صباح الجمعة الماضي يسمح للمستوطنين المدججين بالسلاح بالدخول والصراخ والهتاف وإقامة بعض الصلوات هناك في ساحة المسجد الأقصى. أهل القدس مسنودون بالفعاليات الوطنية والإسلامية يواصلون رفض البوابات بشكل مطلق. الامتحان الحقيقي سيكون يوم الجمعة القادم. اللجنة المركزية لحركة فتح، الفصائل المقاومة كما شاهدنا في الخبر، الجميع يتفاعل طولا وعرضا، لكن في النهاية بعناوين عامة الدول العربية تنتظر الدول الإسلامية، الدول الإسلامية تنتظر الدول العربية، الحكومات تنتظر الشعوب، الشعوب تنتظر الشعب الفلسطيني. أهل القدس لوحدهم، أهل القدس لوحدهم هم يقومون بالواجب، يقومون بإصرار، بثبات، بثقة بالنفس، لا يوجد ضعضعة كما ورد في تقرير الزميلة هنا، واثقون من أنفسهم ومؤمنون بعدالة قضيتهم. الامتحان الحقيقي سيكون يوم الجمعة، حيث من المتوقع أن ينهار أكثر من 100,000 مصلي هناك. ماذا ستفعل الشرطة الإسرائيلية؟ إما تدهور ميداني خطير جدا، وإما أن إسرائيل في النهاية سوف تمنع بوابات الشر والحرب الدينية وترفع هذه البوابات التي رفضها الفلسطينيون بالمطلق. طيب ناصر، يعني في تصريح رئيس الوزراء الفلسطيني هناك دعوة في الحقيقة للمجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها، ولكن فقط هذه الدعوة هي من قبل السلطة الفلسطينية التي يعني ستكون كرد فعل على ما تقوم به قوات الاحتلال، أم هناك إجراءات أخرى عملية ربما ستتخذ على الأرض يعني التوجه نحو المؤسسات الدولية، تفعيل الدبلوماسية الفلسطينية أكثر؟ أولا، لا يمكن أن يبقى الحال على ما هو عليه، لا يمكن أن يصلي الفلسطينيون في الشوارع والأقصى فارغ ومحاصر بألاف الجند أكثر من هذه المدة، أيام نعم لكن أسابيع لا يمكن. وثانيا، المسؤولون سواء في الفصائل أو في الحكومة الفلسطينية يرفضون لغاية الآن أن يكشفوا ما هي الاتصالات ومع من الاتصالات، من أجل ماذا الاتصالات، وما هي الأدوات، هل هي دول عربية، هل هي موقع الاتفاقيات مع إسرائيل، هل هناك سفارات إسرائيلية في هذه العواصم، أم هي دول غير عربية إسلامية، وكيف ولماذا. لغاية الآن لم يفصح أحد الاتصالات والردود، ما هي الردود التي أعطتها السعودية، ما هي اليوم بالعبري كتبوا أنه العاهل السعودي تدخل، لكن لم يوضح أحد كيف تدخل وماذا تدخل وماذا طلب من الإدارة الأمريكية كما ورد في الخبر. أنصاف الأخبار موجودة هنا، لكن لا يوجد أي مسؤول رسمي يوضح ما هي الاتصالات وما هي الردود، وخصوصا بعد أن قال الوزراء الإسرائيليون أنهم لا يكترثون بالموقف الأردني، بل إن إدلشتاين رئيس الكنيسة اعتدى لفظيا على عاطف طرونة رئيس البرلمان الأردني وقال حري به أن يسكت، لأنه اعتبر بأنه ما يفعله الاحتلال هو الجريمة وليس عملية الأقصى جريمة. هناك توتر شديد جدا على الأقل إعلاميا وبرلمانيا بين تل أبيب وبين عمان. طيب، ولكن يعني لم أفهم منك ناصر، ما هي الخطوات التي ستقوم بها السلطة الفلسطينية إن كان هناك من معلومات يعني لديك حول هذا الأمر؟
هناك تفاعل، هناك اجتماعات، هناك تنسيق. تحدثت مع قادة في الفصائل، هناك تداعي الاجتماعات لتبني خطة الطوارئ. خطة الطوارئ بحدها الأقصى وقف التنسيق الأمني، ولم يتحدث أحد به، لكن هذا مطلب شعبي. بحدها الأدنى أن يكون هناك إجراءات تضمن تكفل عدم الاعتداء على المسجد الأقصى ورفع البوابات الإلكترونية. أقول لك ملحم، في النهاية لن تجرؤ أي قيادات أن تقول شيء آخر غير الذي قالته قيادات القدس، بمعنى آخر فلسطينيا وعربيا. قيادات القدس تداعت في وادي الجوز، في حي وادي الجوز في القدس، قررت وأعلنت قرارها لا للبوابات الإلكترونية. مسلمين ومسيحيين، يسار ويمين، من فتح ومن حماس، الجميع اتحد في موقف واحد. لذلك القيادات في غزة، القيادات في رام الله، القيادات في أي مكان سوف تلتزم بقرار القيادة الشعبية والوطنية في القدس. شكرا جزيلا لك ناصر اللحام، مدير مكتب الميادين في فلسطين، كنت معنا من بيت لحم. وبالتوازي، قال رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيسة الإسرائيلي أفي دختر إن فكرة أن التوقف الإسلامي أو الوقف الإسلامي هو السيد في الحرم القدسي انتهت يوم الجمعة الماضي. ونقلت صحيفة معرف عن دختر قوله إنه لن يكون في الحرم القدسي سوى ما سماها دولة إسرائيل مع الشرطة الإسرائيلية من دون أي قوة دولية ولا يونيفيل ولا غيرها. وينضم إلينا من القدس المحتلة الباحث في الشؤون المقدسية ناصر حمامرة. أهلا بك سيد ناصر. طبعا يعني تصريح لافت الآن قرأناه قبل قليل لرئيس لجنة السياسة والأمن في الكيان الإسرائيلي عندما قال إنه لن يكون في الحرم القدسي سوى الشرطة الإسرائيلية وما أسماه بين مزدوجين دولة إسرائيل. هل ستصادر برأيك الحكومة الإسرائيلية على المدى البعيد إدارة الحرم من الوقف الإسلامي، وما هي تبعات خطوة كهذه؟ أولا مساء الخير لكم ولكل مشاهدين على المجالين. مساء مقدسي ممزوج بالطيف الانتصار الذي يحققه كل يوم الحراك المجتمعي في داخل القدس. حقيقة يعني إذا ما شاهدنا أو ما تتبعنا ما يجري في القدس، وحقيقة الإدارة الذاتية للمسجد الأقصى هي إدارة صورية موجودة على الورق. المتحكم الأول والأخير هو جندي الاحتلال أو بندقية الاحتلال بتواطؤ أو موافقة مش مهم، لكن حقيقة هي موجودة للسلطة الإسرائيلية على الحرم القدسي تحت قوة ورصاص الاحتلال. لكن هل سيستمر ذلك؟ وهل هذا حقيقة موجود في قلوب المصلين والمرابطين والمعتكفين داخل الأقصى وعلى بوابة الأقصى؟ فهذا أمر آخر. من كل أخطر إذا 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 ما إذا ما تجتمع التقارير الاستخبارات والمخابرات الإسرائيلية بإمكانك أن تتوجه وتجد أن من يتولى زمام الأمور حاليا على بوابات الأقصى، على بوابات القدس، على قلوب الأقصى، على قلوب المرابطين في داخل في محيط الأقصى، هو الإنسان الفلسطيني المنتسب باتجاه قضيته واتجاه الأقصى، والذي يعني يحتل الأقصى في وجدانه مساحة كبيرة جدا. لكن على أرض الواقع حقيقة هو موجود. الأوقاف هي كانت تتمثل لا تفتح الباب ولا تغلق الباب إلا بعد موافقة الشرطي الاحتلالي وتحت حراب هذا الشرطي. ما كان يمنع ويسمح لمن يراد من خلال تحت حراب ورصاص الاحتلال الإسرائيلي. الإدارة كانت صورية، الإدارة في مجالات أخرى يعني بسيطة جدا في داخل المسجد الأقصى، لكن ذلك لا يعني أن الكيان الإسرائيلي والمسخ موجود في داخل الأقصى بالمعنى اللي بتطلع على الاختر. هذا على ما يبدو المطلوب إسرائيليا في الوقت الحالي، ولكن مصادرة هذه الإدارة في الداخل كما تتحدث وليس فقط في الخارج خارج الحرم، كيف ستكون انعكاساتها على أرض الواقع لدى المقدسيين؟ يعني المقدسيين كانت جوابهم واضح وجوابهم عملي بعيدا عن كل المؤتمرات والتنسيقات والبيانات والمناشدات والمؤسسات الدولية وغيرها. المقدسيين كان موقفهم واضح بتواجدهم على مداخل المسجد الأقصى ورفضهم الدخول عبر بوابات العار والذل والهزيمة التي طرحها الاحتلال الإسرائيلي، ولم يتجرأ الاحتلال الإسرائيلي على القيام بهذه الخطوات إلا بعد أن وجد الهوان
والهزيمة والانكسار موجودة في الأنظمة المحيطة بالأقصى والتي كانت لها دخل بشكل أو بآخر في إدارة المسجد الأقصى. المقدسي وقف وقفة حزبية، المقدسي يدفع الثمن، المقدسي يصلي صلوات الخمسة على أبواب المسجد الأقصى، على باب الأصوات وغيرها من الأبواب. المقدسي حتى في الأحياء المحيطة للمسجد الأقصى وقف. اليوم إذا تشوف المراشدات بتشوف البيانات من العائلات المقدسية والمحيطة بالقدس حتى تجاوزت القرى والجماعات السكنية المحيطة بالقدس وخارج الأسوار، بأن من يدخل القدس بده يدخل المسجد الأقصى عبر البوابات نحن براء منه تمام البراء. واضح، هذا هو الموقف المقدسي. طيب سيد ناصر، في الحقيقة يعني واضح هذا الرفض التام من قبل المقدسيين للمرور ضمن البوابات أو عبر البوابات الإلكترونية، وأيضا في مقابل كل هذا هناك إصرار إسرائيلي على بقاء هذه البوابات. الصلاة الآن قائمة في الشوارع. في هذا المشهد هل من الممكن أن تتصاعد الأمور أكثر؟ أكيد القدس شرارة الملحمة، وضع عبر التاريخ عبر كل مراحل الاستعمار اللي عاشت تحت الشعب الفلسطيني والأراضي الفلسطينية، القدس كانت هي شرارة الملحمة. اليوم بدأت شرارة الملحمة من جديد لتجديد العهد باتجاه المسار المقاومة والمواجهة باتجاه الاحتلال، مستمرة وجود أو عدم أو حتى لو أزالتها الشرطة الاحتلال، حتى لو أزالت هذه البوابات وإن شاء الله ربنا ستزيلها تحت ضغط الحراك الجماهيري والشعبي لداخل القدس الرافض لهذا الموقف، لن يبقى ولن يقبل تحت أي 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 مسمى. لأن اليوم المرحلة ما بعد يوم الجمعة اختلف الأمر. اليوم ما ظلت القدس المقدسي ومزاهيم للشعب الإنساني الفلسطيني كما كانت قبل يوم الجمعة. اليوم في تجذر أكثر باتجاه القدس، لأنه لن نقبل حتى لو زيلت هذه البوابات أن تبقى ما هم موجودين بالوصايا أيا كانت مسماها حول المسجد الأقصى أن تبقى كما هي مساومة مع الاحتلال. ولن نقبل كمان بسياسة الاحتلال ظلها موجودة. معنى ذلك أن نحن باتجاه باب كبير جدا للتصعيد حتى الفلسطيني، ولن نقف بالفلسطين حال الفلسطيني لسان حال الفلسطيني بداخل القدس بشكل عام. يقول ما يلو هذه رسالة لكل الأمة الإسلامية لكل العالم كل أحرار العالم، إنه حتى لو توقف الاحتلال لن نقف ولن نرجع خطوة لما كنا قبل اليوم الجمعة ولا حتى بعد سيد ناصر البوابات. سنبقى تفضل سيد ناصر. الدعوة الأجنحة العسكرية التابعة للفصائل الفلسطينية للمقدسيين وأيضا الفلسطينيين في أراضي 48 للتحرك ورفض كل ما يجري الآن من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى أي حد برأيك ستزيد من هذه الهبة الشعبية وستكون عاملا ضاغطا على الكيان الإسرائيلي؟ للأسف الشديد البيان لم يكن بالمستوى الهم والألم الموجود والأمل الموجود في داخل القدس. هذا أولا. لكن لا يعني ذلك أن نقف في الأيدي أن يكون هناك موقف بهذا الشكل، أفضل من أن لا يكون هناك موقف بهذا الشكل بشكل هذا الواضح. لكن الفلسطيني في القدس سبق كل شيء اسمه تنظيمات وقيادات سواء في رام الله أو غير رام الله أو في الأردن أو حتى في السعودية، سبق وكان أخذ الموقف الإجرائي الحقيقي باتجاه المواجهة باتجاه الموقف اللي المفروض أن الكل المكون العربي والإسلام والفلسطيني يكون هذا الموقف. البيان وغيره من البيانات وخاصة إذا ما كان بيان فلسطيني هو يعزز ويدعم التواجد والمواجهة في داخل القدس، لأن نحن يعني مللنا وهرمنا وحتى يعني أصبحنا لن نستمع لمثل هذه البيانات. لكن مدام أنه بيان يمثل المقاومة والمقاومة التي دفعت ثمن دمها وألمها وجسدها وروحها، أن يبقى له صدى في داخل القدس، وهذا سيعزز وسيدعم التوجه للتجمع بالأكثر. وما سيكون يوم الجمعة نحن نعلن من خلال الميادين، ما سيكون يوم الجمعة من إغلاق للمساجد في القدس وعدم إقامة صلاة الجمعة في مساجد القدس قاطبة، لن يكون هناك صلاة جمعة في أي مسجد من مساجد القدس، هذا باتفاق وبإجماع كل القوى كل المكون المقدسي. وسيكون التوجه بالألاف مئات الألاف باتجاه بوابات المسجد الأقصى والصلاة في أي مكان نصل إليه بدون البوابات، بدون بوابات العار والذل والهزيمة. وهذا أقرب وأقوى وأنصع بيان سيكون فيه تلاحم مع الأقصى.
نعم، شكرا جزيلا لك سيد ناصر حمامرة، باحث بالشؤون المقدسية، كنت معنا من القدس المحتلة، شكرا جزيلا لك. وفي سياق متصل، هاجم رئيس الكنيسة الإسرائيلي يولي إدلشتاين رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة على خلفية تصريحات الأخير بشأن الإجراءات الإسرائيلية في القدس والأقصى. وبطريقة غير لائقة قال رئيس الكنيسة إنه من الأفضل لرئيس مجلس النواب الأردني أن يسكت بدلا من الإدلاء بهذه التصريحات. وكان الطراونة قد رأى أن تطاول الاحتلال على المقدسات في القدس والأقصى والحرم القدسي الشريف سيظل سببا في استمرار المقاومة. لم يستبعد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع أن يجدد الأسرى الإضراب عن الطعام. قراقع عزى ذلك إلى عدم التزام مصلحة السجون بتنفيذ الاتفاق الأخير الذي أبرم معهم بعد إضراب عن الطعام استمر 40 يوما، خصوصا لجهة رفع العقوبات عن المضربين وتحسين شروط الزيارات للأهالي والعلاج الطبي. على صعيد آخر، التحقيقات التي تجريها الشرطة الإسرائيلية في قضية صفقة الغواصات مع ألمانيا تحولت إلى كرة ثلج جرفت معها كل من كان متورطا فيها، وباتت تهدد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو نفسه، ودفعت ألمانيا إلى تجميد هذه الصفقة. تقرير منال إسماعيل. كأحجار الدومينو يسقط المسؤولون الإسرائيليون المتورطون في قضية الغواصات الألمانية، والذين بمعظمهم مقربون من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مع تكشف المزيد من المعلومات حول تفاصيل إبرام الصفقة التي وصفها مراقبون بأنها قضية الفساد الكبرى التي تشهدها إسرائيل. وفي ذروة التحقيقات التي تجريها الشرطة الإسرائيلية في القضية، برز اسم ميكي جانور ممثل الشركة الألمانية المصنعة للسفن والغواصات تيسينكروب في إسرائيل، والمقرب جدا من المحامي الشخصي لنتنياهو، والذي يفاوض حاليا ليتحول إلى شاهد دولة بعد التحقيق معه بتهم الاحتيال والرشوة وتبييض الأموال، ما فتح باب التكهنات أمام المعلومات التي يملكها والأسماء التي قد يجرها إلى التحقيق. ما حصل تطور دراماتيكي. جانور نفذ على مدى سنوات الكثير من الصفقات الأمنية، وإذا تحول إلى شاهي دولة فإن ذلك سيكون بمثابة هزة أرضية، لأنه يعلم الكثير من الأمور، ورجل مثله متهم بالفساد والرشوة يعرف جيدا إلى أين نقلت الأموال وإلى من. وعلى وقع التطورات في القضية، جمدت ألمانيا صفقة الغواصات مع إسرائيل على خلفية التحقيقات الجارية مع عدد من كبار المسؤولين الضالعين في الصفقة والاشتباه بالرشوة والفساد المالي. في ألمانيا يتعقبون التقارير في إسرائيل، وفي شركة تيسينكروب يعترفون بأنهم يتابعون باهتمام شديد وبقلق الإجراءات في إسرائيل، وذلك لأن الاتفاق الذي وافق عليه البرلمان الألماني مشروط على نحو واضح بأن تكون الصفقة نظيفة تماما من الرشوة، وإذا اتضح عكس ذلك فإنه من المنطقي أن يقوم الألمان بإلغاء الصفقة. قضية الغواصات أثارت موجة من الغضب العارم في الساحة السياسية ضد نتنياهو، بالرغم من عدم توجيه اتهامات إليه في هذه القضية، في ظل ارتفاع أصوات تطالب برحيله عن الحكومة. أتوجه إلى رؤساء أحزاب الائتلاف وأقول لهم هذا ليس طريقكم، ضعوا نهاية لهذا وقولوا لنتنياهو كفى. محللون قالوا إن التطورات التي تشهدها قضية الغواصات سيكون لها ضرر أمني فعلي على إسرائيل، ونكبة دبلوماسية بل اقتصادية أيضا، لأنها ستقدم إسرائيل كبلد فاسد. نقلت وكالة سبوتنيك عن مصدر في جنيف أن روسيا والولايات المتحدة قد تعلنان هدنة ثانية في سوريا في منتصف آب أغسطس المقبل. المصدر أوضح أن الإعلان سيتم قبل اللقاء القادم بصيغة أستانا، وبعد أن يجري الخبراء من البلدين مشاورات في إحدى العواصم الأوروبية. كما أكد أن الهدنة ستشمل على أرجح حمص والغوطة الشرقية. في سياق متصل، أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني وصول آلية مراقبة وقف إطلاق النار في مناطق جنوب غرب سوريا إلى مراحلها النهائية. وقال وزير الإعلام الأردني إن اتفاق عمان الذي جرى بين الأردن وأمريكا وروسيا يهدف إلى دعم وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا بين الجيش السوري والمسلحين.
ميدانيا قضى الجيش السوري وحلفائه على آخر تجمعات داعش في مساحات واسعة من الرقة في سياق موازن. سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على حي اليرموك جنوب غرب مدينة الرقة بعد معارك عنيفة مع تنظيم داعش. مريم عثمان. الجيش السوري وحلفاؤه يتقدمون في ريفي الرقة الجنوبي والجنوبي الغربي بعد عمليات مكثفة ضد تجمعات ومحاور تحرك تنظيم داعش، عمليات استعاد فيها حقلي الديلع النفطي والزمل للغاز بريف الرقة الجنوبي الغربي، وذلك بعد القضاء على آخر تجمعات داعش في مساحات واسعة من المحافظة. في سياق موازن تدور معارك عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن من جهة وتنظيم داعش من جهة أخرى، حيث نشرت قوات سوريا الديمقراطية صورا لمعارك ليلية أسفرت عن سيطرتها على حي اليرموك جنوبي غرب مدينة الرقة وعن تحقيقها تقدما في حي الروضة. مصدر عسكري تابع لقسد أشار إلى أن المعارك بين قوات سوريا الديمقراطية وداعش تدور في محيط الجامع العتيق داخل مدينة الرقة القديمة. وكالات أنباء أجنبية تنشر صورا تثبت مشاركة مقاتلين أمريكيين وبريطانيين إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية في الصفوف الأمامية للمعارك، وقد أشار هؤلاء المقاتلون إلى مشاركتهم مباشرة في الهجوم على مواقع داعش بالرقة. لدي صديق قتلت أخته في الهجوم على مسرح بتكلان في باريس، قاتلت في العراق في العام 2006 وفي العام 2008، خسرت أصدقاء هناك، وهذه المعركة هي متابعة لهذا القتال بالنسبة إلي. هذا ونشر تنظيم داعش عبر وكالة أعماق التابعة له صورا لحرب الشوارع التي تدور بين مسلحيه وبين قوة سوريا الديمقراطية في المدينة. إلى الريف الشمالي الشرقي للسويداء، حيث عادت الحياة الطبيعية بعد أن تم تحريره من قبل الجيش السوري وبعد معارك عنيفة مع المجموعات المسلحة. رولا بحصون. الحياة هنا في الريف الشمالي الشرقي للسويداء تعود تدريجيا بعد أن حررها الجيش السوري من المجموعات المسلحة. المزارعون يعودون إلى أراضيهم التي حرموا منها لسنوات، ولم يعد هناك أي مانع من تجولهم في بساتينهم لقطف المحاصيل. نحن عانينا خلال هالسنتين الماضيين من تنظيم داعش الإرهابي بإطلاق النار علينا ونحن عم نشتغل بأرضنا، وهلق بعد ما عاد الجيش سيطر على المنطقة الشرقية عاد الأمن والاستقرار لأهل البلد. هو قطاف ما بعد التحرير، آمنة صارت هذه الأراضي، ما شجع هذه الأسرة على العودة إلى منزلها بعد أن أجبرتها هجمات المسلحين المتكررة على ترك قريتها. رجعنا على بيوتنا ورجعت الطمأنينة على البلد وعلى المنطقة كلياتها، رجعت عاد الناس على بيوتها ومرتاحين الحمد لله. الخوف بدأ يزول تدريجيا من ذهن المواطنين، وجلسات كهذه زادت من جرعة الشعور بالأمان على حد تعبير سكان البلدة. نحن الآن معنوياتنا عالية جدا بفضل الجيش العربي السوري الذي عسكر معنا في هذه القرية وأنجدنا وحمانا من كل أذى من قبل الإرهابيين المسلحين. نقاط أمنية للجيش السوري ودوريات لا تتوقف على طول الشريط المحاذي للبادية السورية، وذلك منعا لأي احتمال لعودة المسلحين وقطعا لخطوط التهريب على طول هذا الشريط. في سياق آخر، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أن الجيش اللبناني سيقوم بعملية مدروسة في جرود عرسال، مشيرا إلى أن الحكومة تعطيه الحرية لمعالجة هذا الأمر. الحريري شدد على أن الجيش هو المسؤول عن كل الحدود، ونفى وجود أي غرفة مشتركة بين الجيشين اللبناني والسوري ومجموعات أخرى كما قال، ورأى أن الكلام مع الحكومة السورية لن يحل مشكلة النازحين السوريين. الحريري أشار إلى أن حكومته تريد ضوءا أخضر من الأمم المتحدة حول النازحين. مصدر أمني لبناني رفيع أكد للميادين نت أن دعم الرئيس الحريري مهم وضروري وأساسي لأنه وفر الغطاء السياسي الحكومي والرسمي للجيش،
المصدر الأمني أكد أن الجيش اللبناني على جاهزية تامة سواء بإعلان معركة أم لا، وأنه مستمر بعملياته الاستباقية. وشدد المصدر على أن الإجراءات الأمنية التي يتخذها الجيش في مراكزه بمحيط عرسال ليست وليدة الساعة. مراسل الميادين في البقاع اللبناني أفاد بأن الطائرات السورية أغارت مجددا اليوم على مواقع المسلحي النصرة في جرود فليطة في القلمون الغربي، ما أدى إلى وقوع إصابات مباشرة في صفوف هؤلاء المسلحين. الطائرات السورية كانت قد استهدفت أمس أيضا مواقع النصرة في جرود بلدة فليطة السورية. ناقش المجلس النيابي اللبناني في جلسته التشريعية التي بدأت اليوم سلسلة الرتب والرواتب التي يأمل المستفيدون منها أن تقر خلال ساعات، بعدما خرطت التجاذبات السياسية طويلا. وعلى مقربة من مقر المجلس في وسط بيروت تظهر الآلاف مطالبين بسلسلة عادلة ومنصفة. تفاصيل أكثر مع ملاك خالد. للبنان فقط يهتفون، وعلمه وحده يعلو رؤوسهم. هذا الوطن الذي حماه العسكريون المتقاعدون بأرواحهم، وعلم أساتذته في كافة المراحل الدراسية أجيالا وأجيالا من أبنائه، وخاطر رجال دفاعه المدني بحياتهم لإنقاذ مواطنيه هو انتمائهم الأوحد. التيار النقابي المستقل والاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين ومتقاعدو القوات المسلحة في الجيش اللبناني ومسرحو الدفاع المدني نظموا تظاهرات واعتصامات توحدت في ساحة رياض الصلح بالتوازي مع انعقاد جلسة لمجلس النواب لإقرار سلسلة الرتب والرواتب المنتظرة منذ العام 2012. وأنا خدمت الدولة 25 سنة، بتعطيني على الشطور؟ ال 25 سنة اللي خدمتها أنا كنت فيهم بعيد عن بيتي، بعيد عن أولادي، بعيد عن مرتي، ربي أولادي وأنا غايب عنهم. ميات المرات نروح على الخدمة ما بنعرف إذا بنرجع على البيت طيبين أو ما بنرجعش. خدمنا 30 40 سنة وطلعنا بدون معاشات، بدون شيء، بدون حكمة، بدون شيء أبداً أبداً أبداً. أكثريتهم رفقاتنا كلهم مرضى. مرضى وما في حتى أجرات ما عندهم. نحن اللي ضحينا بهذا البلد والحرب الأهلية، وقدمنا دم وقدموا شهداء هذا الجيش اللي واقف ورانا، وقدمنا شهداء. نحن اللي بقينا هاي الطبقة السياسية على كراسيها. على مدى سنوات كان إقرار السلسلة يؤجل ويؤخر بسبب التجاذبات السياسية حول تأمين مصادر تمويلها، ولكن من انتظر هذه السلسلة طويلا يرفضون حتى اليوم أن تقر إذا كان تمويلها يعني فرض ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطنين. لو كنا قبلنا بأن تفرض الضرائب على الفئات الشعبية منذ العام 2012 حتى الآن لأقرت السلسلة. نحن متمسكون بعدم فرض الضرائب على الفئات الشعبية وعلى فئات ذات الدخل المحدود وعلى الفئات المتوسطة حتى. وسط بيروت كان على موعد جديد مع الناس الذين تعرف الشوارع والأبنية هنا وجوههم وتحفظ مطالبهم وهتافاتهم، يأملون أن تقر سلسلة الرتب والرواتب على أسس عادلة تنصفهم ولا تضيم أحدا، وإلا لا يترك الشارع. ملك خالد، بيروت، الميادين. علمت الميادين من مصدر مسؤول أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية تدخلت لتأخير تسليم طائرات F-16 للعراق نتيجة ضغط من اللوبي الإسرائيلي. وأكد المصدر أن الطرف ذاته كان سببا في تأخر وصول ذخيرة وصواريخ أمريكية خاصة بالطائرات لأكثر من 6 أشهر في قمة المواجهة مع داعش. والقيادة العسكرية العراقية ضغطت لأخذ الحق وفق العقود الموقعة رغم علمها بحقيقة التأخير الأمريكي وفق المصدر. نريد تعود موصلنا الألم بالروح، جيش ويا الشعب للموت لبينا، ما ينسوك ولد الملحة ما يخلوك، ننهى احنا العدو لو زاد تحصينه، ترجع نينوى شما طالبين الحال، وحق الله ترجع كل روابينا، وحق الله ترجع كل روابينا. أشاد نائب رئيس هيئة الحج الشعبي أبو مهدي المهندس كل من ساند القوات العراقية في محاربة الإرهاب وعلى رأسهم إيران وحزب الله. وأضاف في مؤتمر صحفي خلال الاحتفال الذي أقامته هيئة الحج بمناسبة الانتصار في الموصل، أضاف أن التهديد العسكري والأمني لداعش في العراق ما زال قائما. إن التهديد العسكري لداعش لا زال قائما،
والحشد الشعبي إلى جانب بقية القوات المسلحة يمسك اليوم أكثر من 1500 كيلومتر، وهذا يحتاج إلى جهد عسكري عملياتي بنفس المستوى الحالي وأكثر. كما أن خطر التهديد الأمني لداعش ومن يسنده لا زال قائماً أيضاً، وهو يحتاج إلى جهد أمني متميز ومستمر. قد يتوهم البعض أن تحرير الموصل، تحرير مدينة الموصل بتحريرها انتهى كل شيء، انتهى كل شيء، ولكننا نحتاج وبشكل أكبر وأكثر على حفظ استعدادنا العسكري والأمني العالي، وتنتظرنا عمليات عسكرية وأمنية لابد من خوضها حتى تحرير كامل تراب وطننا والتخلص من داعش. المهندس دعا إلى ترسيخ الحشد الشعبي كمؤسسة رديفة للقوات المسلحة تحت سقف الدستور والقانون، مطالبا الحكومة العراقية إلى تفعيل قانون هيئة الحشد الشعبي. نحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى ما يلي: أولا، زيادة استعدادنا وجهوزيتنا العسكرية والأمنية. ثانيا، ترسيخ الحشد الشعبي كمؤسسة عسكرية أمنية رديفة لقواتنا المسلحة. ثالثا، نحتاج إلى تفعيل قانون هيئة الحشد الشعبي الذي أقر في الشهر 11 من السنة الماضية، والذي يتضمن أن يكون منتسب الحشد الشعبي منتسبون أو منتسبين إلى مؤسسة عسكرية وليس إلى أطر سياسية أو اجتماعية أخرى. نريد تعود موصلنا الألم بالروح، جيش ويا الشعب للموت لبينا، ما ينسوك ولد الملحة ما يخلوك، ننهى احنا العدو لو زاد تحصينا، ترجع نينوى اش ما طالبين الحال، وحق الله ترجع كل روابينا، وحق الله ترجع كل روابينا. فاصل قصير نتابع بعده هذه النشرة. أهلا بكم مجددا. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 16 شخصية وكيانا إيرانيا بذريعة دعم أنشطة جرمية. الوزارة أعلنت أن العقوبات الجديدة تستهدف شخصيات على صلة ببرنامج الصواريخ الإيرانية، كما أضافت شركة تركية وأربع شركات صينية إلى لائحة العقوبات لصلتها بهذا البرنامج. كذلك استهدفت العقوبات منظمات وشخصيات إيرانية ضالعة في عمليات قرصنة إلكترونية وفق بيان وزارة الخزانة الأمريكية. وافق البرلمان الإيراني بالأغلبية على مشروع لمواجهة الإرهاب الأمريكي في المنطقة. رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني أكد أن التصويت للقرار دليل على عزيمة الشعب الإيراني لمواجهة الإجراءات الأمريكية. لاريجاني أوضح أن من عارضوا القرار بالبرلمان كانوا يتمنون أن يكون القرار أوسع وأكثر تأثيراً. على الإدارة الأمريكية أن تدرك الرسالة جيدا بأن أعمالهم تعتبرها الأمة الإيرانية معارضة لها، وأن أي تحرك ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيواجه بحزم من قبل الشعب والبرلمان. بعد التوقيع على الاتفاق النووي، وعلى الرغم من الافتراضات بأن الولايات المتحدة سوف تتحرك نحو الحكمة في مقارباتها، نحن نلاحظ أن الكونغرس قد عمد إلى طرح أكثر من 20 مشروع قانون ضد إيران. نعلن أن العنصر الرئيسي المناهض لحقوق الإنسان هو الولايات المتحدة، إن مصدر كل الإبادات الجماعية وإراقة الدماء والاضطهاد والظلم التي تحدث في العالم هو الولايات المتحدة. قبل 3 أسابيع من بدء الولاية الجديدة للرئيس حسن روحاني، تنتظر إيران إعلان الحكومة الجديدة التي ستكون عليها مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. علي هاشم من طهران.
لم يبقى الكثير من الوقت أمام الرئيس الإيراني حسن روحاني ليبدأ ولايته الجديدة. لم يبقى الكثير من الوقت، لكن الكثير من العمل والجهد وتدوير الزوايا ينتظره عند قارعة كل طريق يسلكه باتجاه اجتماع حكومته الجديدة الأول. لا تقف الأمور هنا، فإذا كان التوازن السياسي غاية تدرك، فإن ما يطلبه اللوبي النسائي في البرلمان الإيراني قد يصح فيه بالنسبة لروحاني القول إن إرضاء النساء غاية لا تدرك. إن مطالبة جامعة زنانة، طلب المجتمع النسائي الذي يمثل نصف التعداد السكاني أن يفي الرئيس ببعضه بأن يعطي النساء عددا من المقاعد في حكومته الجديدة. النساء لديهن الاستعداد لتولي المسؤولية الوزارية في مختلف المجالات. خلف الستائر المغلقة تدور حوارات لا يعلم عنها إلا الراسخون في السياسة الإيرانية. هؤلاء يقسمون الحكومة على مستويات. أول مستوى يشمل الوزراء الضباط ممن يتوقع بقاء معظمهم، وآخر للوزراء الذين بالإمكان استبدالهم وربما يبقون، وثالث للوزراء الذين حسم أمر رحيلهم. الإصلاحيون اليوم يطالبونه بالحصة الأسد، الأصوليون يطالبونه بأن تكون الحكومة مناصفة بين الأصوليين والإصلاحيين. الرئيس روحاني نفسه لديه أنصار يريد أن يكون في الحكومة، وهناك وزراء يجب أن يوافق عليهم المرشد. لن تكون ولاية الحكومة الجديدة سهلة، فعجلة الاتفاق النووي تبدو وكأنها بدأت تفقد الهواء، ولعل اتهام وزير الخارجية ومهندس الاتفاق محمد جواد ظريف أمريكا بانتهاك روح الاتفاق وقلبه مؤشر حقيقي على أن ما كان يقدمه روحاني في ولايته الأولى على أنه مفتاح الحلول في خطر. قبل 4 سنوات كان الإيرانيون ينتظرون اتفاقا نوويا يفرش لهم الشوارع ورودة. جاء الاتفاق، لكن ما انتظروه ذبل بسرعة. ربما هو قدر إيران أن تزرع دوما ورودها بنفسها. علي هاشم، طهران، الميادين. وينضم إلينا من العاصمة الإيرانية موفد الميادين علي هاشم. علي، ما هي خلفيات وأبرز بنود مشروع القرار الذي مرره البرلمان الإيراني للتصدي للإرهاب الأمريكي في المنطقة؟ نعم ملحم، بشكل أساسي مشروع القانون يهدف إلى زيادة الدعم لفريق أو لفرع خاص بالحرس الثوري فيما يتعلق بالتصدي للإرهاب بالدرجة الأولى، لكنه بشكل عام يحمل رسالة واضحة فيما يتعلق بالتدرج في الموقف الإيراني فيما يتعلق بالعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. يعني قبل 2 في مثل هذه الأيام كان الجميع يتحدث عن ذهاب الولايات المتحدة الأمريكية وإيران نحو شهر عسل مختلف عن السنوات والعقود التي سبقت، لكن هذا العام يثبت بأن الأمور لا تتجه يعني إلا نزولا، وهذا الذي عكسه أيضا تصريحات وزير الخارجية الإيراني الذي يعتبر هو مهندس الاتفاق النووي، فإذ به خلال مجموعة من المقابلات في الولايات المتحدة الأمريكية يدق ناقوس الخطر فيما يتعلق بمستقبل هذا الاتفاق. يعني عندما يقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية في أول مقابلة مع CNN يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية تستهدف روح وجسد هذا الاتفاق، ثم يعود في مقابلة ثانية بالأمس مع الناشونال انترست ليقول بأنه بإمكان إيران أن تخرج من هذا الاتفاق أو أن تنسحب من هذا الاتفاق، أي يعني بوضوح أن تتخلى عن هذا الاتفاق. إذن فهناك لغة جديدة اليوم على مستوى الدبلوماسية الإيرانية تترافق بشكل متوازن مع لغة تصعيدية في البرلمان الإيراني، ونحن نعرف يعني في نهاية المطاف أنه البرلمان الإيراني هو برلمان متعدد الوجوه فيما يتعلق بالقوى التي تسيطر على الأكثرية فيه إصلاحيين وفيه أصوليين وفيه مستقلين، لكن عدد النواب الذين صوتوا لصالح هذا المشروع عدد كبير، ما يؤكد بأنه المشهد في إيران موحد في مواجهة محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما توصف في إيران بإجهاض هذا الاتفاق وضرب هذا الاتفاق من خلال
زيادة العقوبات على إيران من خلال زيادة الضغط على إيران ومن خلال يعني إيصال الإيرانيين بشكل أو بآخر كما يقول الإيرانيون بالطبع إلى ما يمكن وصفه بالزاوية التي لا يمكنهم من خلالها سوى أن يعني يواجهوا كما يحدث اليوم. طيب علي، هل يمكن اعتبار أن لهذا المشروع علاقة معينة بالعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على شخصيات وكيانات إيرانية؟ بطبيعة الحال كله مترابط، يعني القانون هذا لم يطرح اليوم، هذا القانون مطروح منذ فترة، لكن الوقت الذي يعني تم التصويت عليه هو اليوم، لكن في نهاية المطاف هذا قانون أعد وتم تجهيزه، لكنه رفع في هذا الوقت، في الوقت الذي تزداد فيه الضغوطات الأمريكية، في الوقت الذي تتوقع فيه طهران وصول موجة جديدة من العقوبات. وهنا لابد أن نذكر بالأمس بكلام اللواء باقري رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، الذي قال بوضوح بأنه ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية سينقلب خطرا عليها، تحديدا عندما يكون هناك محاولة لوضع الحرس الثوري أيضا إلى جانب كل العقوبات الأخرى، وضع الحرس الثوري الإيراني على لائحة المنظمات الإرهابية. يقول باقري بشكل واضح هذا نوع من المخاطرة الأمريكية، ليس فقط لأمريكا إنما لأمريكا وكل من هم في هذا النادي الذي يضم الولايات المتحدة الأمريكية. إذا نحن في مرحلة جديدة ملحم، هي مرحلة من التصعيد المتبادل. بالأمس دونالد ترامب رئيس الأمريكي يقول بأنه يعترف بالالتزام الإيراني بالاتفاق النووي، لكنه في ذات الوقت يقول بأن هذا الاتفاق سيء، وكما كشفت إيران لم تلتزم بروح هذا الاتفاق. تقريبا أكثر من 55 دقيقة يعني استغرق وزير الدفاع ووزير الخارجية لإقناع الرئيس بإرسال رسالة للكونغرس بالقول بأن إيران تلتزم بهذا الاتفاق. إذن نحن أمام مفترق طريق حقيقي وجاد فيما يتعلق بالاتفاق النووي، وهذه الأمور ربما سنرى انعكاساتها خلال الأيام المقبلة من خلال التصريحات والخطوات الأخرى. شكرا جزيلا لك علي هاشم، موفد الميادين إلى طهران، شكرا لك. في تطورات النزاع الخليجي، هدد وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية بأن بلاده قد تقاضي دول الحصار أمام محكمة العدل الدولية للحصول على تعويضات جراء ما تكبدته من خسائر. وفي مقابلة مع التلفزيون التركي وصف العطية الإجراءات التي اتخذت ضد بلاده بأنها ترقى إلى محاولة انقلاب، كما جدد موقف بلاده الرافض لإغلاق القاعدة العسكرية التركية. ومع احتدام الأزمة الخليجية تتواصل الحرب الإعلامية والافتراضية بين قطر والدول المقاطعة. بيسان طرف، أهلا بكم. مطالبات بمحاكمة الكاتب السعودي محمد آل الشيخ على خلفية الإساءة لأمير الكويت صباح الأحمد الجابر أصبح ردود أفعال غاضبة شنها مغردون سعوديون وكويتيون على الكاتب السعودي، وقالوا إنه لا يمثل المملكة تحت هاشتاغ آل الشيخ يسيء للشيخ الصباح. ومن بين هذه التغريدات، السب والشتم لا يعني أنك وطني، هي تعني أنك قليل أدب فقط. وغرد آخر، يجب محاسبته، الشيخ صباح يعتبر والد الجميع وله كل التقدير والاحترام من كل الخليجيين. الحرب الإعلامية تحتدم بين وسائل إعلام الدول المقاطعة من جهة وبين قطر من جهة أخرى. وكان اللافت مقال للكاتب السعودي عبد الرحمن راشد رئيس التحرير السابق لصحيفة الشرق الأوسط تحت عنوان خلاف قطر والسعودية في سوريا. الكاتب السعودي أورد في مقاله كلاما مفاده أن سوريا جزء من مسببات الخلاف، ففي الوقت الذي كانت تدعم فيه السعودية القوى الوطنية السورية مثل الجيش الحر، اختارت قطر دعم جماعات مسلحة دوليا مصنفة إرهابية امتدادا لما تفعله قطر في ساحات حرب أخرى مثل ليبيا. وأضاف عبد الرحمن راشد أن قطر دمرت المنطقة بتفضيلها المتطرفين مثل الإخوان المسلمين في مصر والجماعات المتطرفة في ليبيا وسوريا، وورطت السنة في العراق، وتنظيماتها المتطرفة هي التي ألحقت الضرر بمجاميع الثورة
السورية، كما تسببت بتشويه صورة الشعب السوري وأحلامه لتستورد له قطر جماعات تؤمن بالذبح والسبي وتكفر نصف الشعب وتحل دمه. صحيفة الاتحاد الإماراتية عنونت: الإمارات لقطر، نريد تغيير السياسات لا النظام. وأيضا جاء في هذا العنوان: لا يمكن أن تكونوا أصدقائنا وأصدقاء الإخوان في آن معا. وفي المقابل عنونت صحيفة الراية القطرية وفضيحتاه على ووترغيت أبوظبي: المخابرات الأمريكية تعلنها مدوية، أبوظبي رأس الرمح في التعدي على قطر، القرصنة الإماراتية وراء حصار قطر وتشتيت الأسر وقطع الأرحام. نشرتنا انتهت، وهذا تذكير بعناوينها. تمسك فلسطيني برفض الإجراءات الإسرائيلية بحق الأقصى، والصلاة قائمة في الشوارع المحيطة. فصائل المقاومة الفلسطينية تحذر إسرائيل وتقول إن العدوان على الأقصى شرارة لتفجير الأوضاع بالمنطقة. أبو مهدي المهندس يؤكد أن خطر التهديد الأمني لداعش ومن يسانده ما زال قائما. رئيس الحكومة اللبنانية يعلن عن عملية مدروسة للجيش في جرود عرسال وتحليق استطلاعي لبناني في أجواء المنطقة. قطر تهدد باللجوء إلى محكمة العدل لطلب التعويض عن خسائرها نتيجة الأزمة مع دول المقاطعة. البرلمان الإيراني يوافق بالأغلبية على مشروع لمواجهة الإرهاب الأمريكي في المنطقة، وواشنطن تفرض عقوبات على شخصيات وكيانات إيرانية. المزيد من الأخبار على صفحة الميادين على الإنترنت الميادين.net وباللغة الإسبانية espanol.elmayadin.net. دمتم خير.